طيب لو اخذنا اذا هلا هاي السيجنال لو اخذت اف ستار اوف اس تتساوي اف اوف 0 هو كونستنت مش هيك؟ بنضرب هون في 1 فبصير عندي هون اف اوف 0 زائد هلا عندي هون اف اوف كابيتال تي هلا راح يكون مضروب اي تو ذا ماينس تي اس زائد اف اوف 2 تي في اي ماينس 2 تي اس زائد f of 3t e minus 3ts صار عندي هلا هذا حولته من هون هلا راح نحاول هذا ممكن احطه الان طبعا اذا رحت لانفينيتي راح يصير عندي هذا هو مجموع f of n capital t e to the minus n t s و n بدي اخذها من 0 طبعا n هي integer و t هو sampling time بس وكان بإمكاني أعمل نفس الإشي هون أحط هذه بتساوي أخذت السيجنال من زيرو لإنفينيتي أو إذا كانها طبعا إلها إذا فاينايت السيجنال ما بتروحش على هذا راح يكون هذا ما راح يروح لإنفينيتي راح يروح ل لقيمة معينة M مثلا إذا كانها فاينايت هلا راح نعمل سبستيوشن راح نقول إنه Z بتساوي E to the TS بصير عندي Z minus 1 بتساوي E to the minus TS و Z to the minus N بتساوي E to the minus N TS راح نعمل تعويض زي change of variable راح نغير ال variable من هون فبصير عندي الآن إذا عوضت محل e to the minus n t of s بتصير هذه z to the minus n مظبوط يعني z to the minus n e to the minus n t of s بتصير z to the minus n فبتصير عندي هلا f of z تساوي n of 0 to infinity هلا هاي هون بتصير عندي f عرفنا ترانسفورم جديد احنا عاده شوفوا شو بنعمل بنعرف الترانسفورم مناسب انا بقدر اعمل الترانسفورم اللي بدي اياه بقدر اخترع ترانسفورم جديد اسميه باسمي هذا ما له اهميه الاهميه انه الترانسفورم اللي بطلع فيه يكون مناسب للابلكيشن اللي انا بدي اعملها اوكي فاللابلاس ترانسفورم كان مناسب لسيجنالز خصوصا السيجنالز اللي بتعمل ديكي او بتعمل انكريس اللي لها اي تو ذا ماينس اه الزد ترانسفورم مناسب للسيجنالز اللي عمالي بعمل عليها سامبلينج زد تو ذا ماينس زد تو ذا ماينس ان